today's vegetarian elite will be presented in Arabic with subtitles in Arabic, Holacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, and Thai. من الإمارات العربية المتحدة زهرة من أزهار الرحمة تصل إلى قلوب أولئك الذين لمسوا بعطرها اللطيف. في النخبة النباتية اليوم فإنه من دواعي سرورنا أن نقدم لكم تلك الزهرة الجميلة من الصحراء عبير السيد المخرجة النباتية والمنتج أفلام البقعة الساخنة في دبي. السيدة السيد تعمل أيضا كصانعة أفلام مستقلة مراسلة لقناة الجزيرة، إحدى الشركات الرائدة الدولية شبكة أخبار عربية مقرها في الدوحة قطر. طبعا في كتير أمنيات الواحد بيحب أنه يحققها بحياته. إذا بدي أحكي على الصعيد المهني، أنا بحب طبعا أتطور أكتر كمخرجة وأعمل أفلام على صعيد أكبر. طبعا الحمد لله الآن أنا بعمل بقناة إلى ملايين المشاهدين، ولكن ضل عندي حلم أنه أعمل أفلام توصل للناس أكثر بمهرجانات وإلى آخره، وأعمل أفلام فعلا لمواضيع تهمني واللي أنا عم بعمله الآن. كمخرجة وثائقية السيدة السيد تكتب الأفلام وهي أداة تغيير، هي أداة لمن لا صوت لهم يسمع. اليوم في برنامجنا وطول معظم حياتها السيدة السيد تتحدث للعديد من الذين لا صوت لهم، حيواناتنا المحبة ورفقاؤنا في العيش. في الواقع حبها للحياة هي نوعية جوهرية التي أظهرت في قلبها في سن مبكر جدا. أنا كنت نباتية، يمكن ما فيني أقول من إمتى، لأنه أنا طول عمري نباتية. لما كنت صغيرة لما كانوا يقولوا لي أكل لحمة، ما كنت أطلع عليها أنها لحمة، كنت أطلع عليها أن هيدا حيوان منه أكل، هو حيوان، هو مخلوق، مخلوق بيعيش عنده حياته، عنده أولاد، عنده، ما كنت أطلع أنه هو شيء حطه بالصحن وأكله. على الرغم من كونها نباتية الوحيدة في أسرتها، بقيت السيدة السيد قوية في قناعاتها لأن لا تشارك في سلب حياة الحيوان في حين أنه يكبر. أنا أصلي من سوريا، وبسوريا كتير في أكل نباتي، بس دايما بيعتبروه مقبلات، يعني دايما بيعتبروه قبل الوجبة الرئيسية، والوجبة الرئيسية دايما بتكون لحمة. انعزم محل وانا وصغيري لما اهلي ينعزموا محل والناس تحط اكل، فيشوفوني بس اكل نباتي يقولوا لا ما اكلتي، لازم تاكلي لحمه حتى يعتبروا انه هيدا اكل. وتطورت معي القصه من، يعني كانت من حبي للحيوانات، او من اني انا لازم اعيش على دم، حتى يعني انا بكل صراحه فيني اكل نباتات من غير ما اعيش على دم حيوانات حتى اتغذى. كما نشأت وكبرت وفهمت الحقيقة وشاركت بقصوى في صناعة الحليب، قررت السيدة السيد أن تتخلص تماما من كل المنتوجات الحيوانية في حميتها. بعدين لما كبرت، تقريبا لما كان عمري 17 سنة، قررت أنه حتى البيض هو عبارة عن حيوان صغير، فقلت إذا أنا ما بأكل الجاجي ليش لأكل البيض؟ فقررت أني أوقف البيض. هلا البيض انا ما كنت كثير بحبه، كان اوكي منه صعب اني وقف البيض، بس كان صعب وقف احيانا اشياء ثانيه محطوط فيها بيض، مثل الجاتو، مثل اي شيء ثاني انا كنت احبه كان محطوط فيه البيض. بس الحمد لله لما وقفته كثير انبسطت بحالي، وحسيت حتى انه ما عدني فيها العبوديه لاي شيء، لا انا حره وبقدر اعمل قرار وبقدر اطبق قرار بحياتي، ما في شيء بيخليني انا اتمسك بشيء مادي بهالحياه. بعدين تقريبا لما كان عمري 24 سنه، يعني بعد تقريبا 5 سنين، قررت انه انا كثير مهتمه بالتغذيه الطبيعيه وبالروحانيات وبقرا كثير كتب، فمن الكتب قريت كيف بحطوا الهرمونات بالحليب وكيف الحليب
يعني صناعة الحليب كيف أثرت على كثير من الحيوانات وعلى البشر، لأنه الحيوانات مريضة فالمرض بيجي بالحليب، ومشان ما تضلها مريضة بيعطوها مضادات حيوية، فبالنهاية كل هاي عم تخلص بجزء أجسامنا نحن. فقررت أني وقف الحليب وكل منتجاته، أي شيء في حليب بقرب المكونات بوقفه. على الرغم من أنه كان قرار انتقل من رحمة، كانت السيدة السيد قد فوجئت لتجربة العديد من الفوائد بعد انتقالها إلى نظام غذائي نباتي محض. طبعا أخذتني 9 شهور بس قدرت وقفه، وما فيني أقول لك من بعد أسبوع كان عندي أنا مشكلة، أحيانا أنا ونايمي أنفي هون بحس ما كتير عم بقدر أتنفس، بعد أسبوع صرت أقدر نام منيح، صرت كتير مرتاحة وكتير مبسوطة. لما وقفت الحليب هلأ طبعا غير أنه صحتي الجسدية تحسنت، بس كمان صحتي النفسية، لأنه صرت أطلع على كتير مكملات غذائية، صرت أطلع حتى على الكون بأسره كأنه سلسلة متكاملة. ما عاد صار الأكل بس أكل ناكله وخلص، لا، صار الأكل جزء من حياة متكاملة، من نظام متكامل، من هالكون. فصار اطلع على الأكل على أنه غذاء، منه أكل، هو غذاء بيغذي الجسد والروح والعقل. وهذا طبعا اللي كمان خلاني كتير انبسط أني صرت نباتية. حتى قبل أن تشهد شخصيا الفوائد من اتباع نظام غذائي نباتي، كانت السيدة السيد دائما تشجع الآخرين على اعتماد نمط الحياة الغذائية الأكثر رحمة والخالي من الحيوانات. أنا لما كانوا أهلي ينعزموا على محلات معينة وروح أنا أكل معهم، كل الناس تستغرب كيف ما عم تاكلي لحمة، لازم تاكلي لحمة. لما كبرت وصرت أنا أنعزم على محلات أو أعزم ناس على محلات، كمان كانوا كتير يستغربوا، وكنت أعمل يستغربوا لما أعمل لهم سفرة طويلة عريضة إنه كله نباتي. فكنت حاول شجعهم، كنت حاول فرجيهم البس الجديدة اللي عم تطلع، المنتجات الجديدة، إنه في أشياء بدائل، يعني مثلاً بدل ما ياكلوا سمنة حيوانية في سمنة نباتية، صار في زبدة نباتية، صار في حليب صويا أو حليب رز أو حليب أي شيء، صار في جبنة نباتية، صار في كتير شغلات، ما عادوا صعب الواحد يقطع شيء. كنت دائما فرجيهم أنه بدائل وممكن نعمل سفرة كتير كتير حلوة وكتير غنية من النباتات، ما في داعي نأذي مخلوقات تانية أو نأذي أجسامنا بأكل اللحوم. طبعا أهلي كنت كتير شجعهم، ماما للأسف هي مريضة بس عم تحاول أنه تتبع نظام الميكروبيوتيك اللي هو نظام ياباني، بس زوجي، أنا كنت متزوجة وزوجي كان كتير كتير بيأكل لحم، وكان يعني مش متقبل فكرة أني أنا نباتية أبدا، لا هو ولا أهله. فضلينا 4 سنين، و4 سنين هو كان طبيب، و4 سنين دائما يقول لي لا اللحم كويس، الحليب كويس، لازم تاكلي لحمة. بالأخير أنا صرت أبعت له كل الأبحاث اللي كانت تطلع اللي كانت تتفرجي أنه لا اللحم مضرة. فبعد 4 سنين هو كمان صار نباتي وصار مثلي نباتي، وصار هو ينبهني إذا في شيء منتج أنا اشتريته ما انتبهت في مكون مثلا هرمون الحليب مش الحليب، كان يقول لي انتبهي هيدا فيه هيك، فصار نباتي أكثر مني. لمزيد من التأكيد على الحاجة الملحة لانتقال العالم إلى النظام النباتي، ناقشت السيدة السيد بعض الآثار الضارة للحليب والاستهلاك اللحوم. سببين لي أنا صرت نباتية فيجن. السبب الأول مثل ما قلت، لما شفت أنه صناعة الحليب ما مثل ما كنا متخيلها، مثل ما بيحطوها بالرسوم المتحركة أنه الفلاح بيروح بيحلو بالبقرة وخلص، لا، صناعة الحليب هي صناعة مدمرة جدا للحيوانات وللإنسان. للحيوانات لأنه أول شيء هم بيحرموا العجل من حليب البقرة، فبيقتلوا العجل أول شيء لأنه بدون يتخلصوا منه. ثانيا بيخلوا الأبقار دائما بنوع من الحمل والولادة، الحمل والولادة، حتى يطلع عندهم هيدا الحليب. ليطلع عندهم هذا الحليب الأبقار ممكن أحيانا فعلا يتضخم الثدي لدرجة غير طبيعية وتمرض الأبقار وما تقدر حتى تمشي، لأنه حتى حاجزينها بمكان كتير ضيق. فاللي عم بيصير انه هاي الابقار عم تمرض، كل المرض عم بيجي بالحليب.
المرض الأكبر إنه هني مشان يمنعوا هالأبقار تموت عم بيعطوها كتير مضادات حيوية، والمضادات الحيوية مثل ما كلنا بنعرف ما بتروح حتى لما بتنزل بالمي بتضل بالمي. فإذا كل هالمضادات الحيوية عم تجي بالحليب، كل الهرمونات اللي بيعطوها لتكبر هالأبقار وتسمن عم تجي بالحليب. فإذا اللي صار إنه هالحليب صار هو عبارة عن سائل مكون من هرمونات ضارة، من حتى مبيدات حشرية، لأنه العلف اللي عم بيعطوه كتير مليء بالمبيدات الحشرية. فإذا هو صار عبارة عن سائل سام، يعني سائل فيه كتير مواد سامة. فطبعا هذا الشيء كتير أثر فيه، أنه أول شيء الحليب أيضا مثل تقريبا القتل، لأنه هو سبب لقتل الحيوانات، ولكن كمان الحليب مضر جدا للإنسان. وفي أبحاث تصر أنه الحليب له علاقة بعدم توازن الهرمونات بالجسم، واللي بتأدي إلى سرطان بالنهاية. فإذا عنا حليب قاتل للحيوانات وقاتل للإنسان، فإذا ليه لا ناكله؟ الشيء الثاني طبعا اللي خلاني أني صير نباتية، هو أنه لما كنت معتمدة على الحليب كنت بس أكل، يعني كنت صحية نباتية بس كنت معتمدة على الجبنة ومعتمدة على هاي الأشياء، ما كنت كتير نوع، ما كنت أكل كتير حبوب وبذور ويعني أشياء تانية، حتى خضار تانية. فلما بطلت هاي الأشياء صرت أكل منوع أكتر، فصار أكلي صحي أكتر وبيحترم البيئة أكتر. طبعا بالنسبة للبيئة، النباتي اللي مهتم بالبيئة لازم يعرف أنه نحن لما بنكون نباتيين بنكون عم نحمي البيئة كتير، لأنه الحيوانات حتى تاكل بيقولوا يمكن حتى تعمل بس قطعة همبرجر واحدة لازم هكتارات من الأراضي تنزرع حشيش حتى ياخدوا الحيوانات. في كتير أراضي أو غابات عم يقطعوها مشان يزرعوا هاي الأعشاب مشان تاكل الحيوانات. فلما أكلت الحيوانات هيدي الأعشاب مرة واثنين وثلاثة، الأرض خلص ما عاد فيه يطلع فيها أي شيء. فبالتالي في كتير أراضي لازم يطلع فيها محاصيل زراعية ما عم تطلع، هاي الأراضي عم بتصير كلها بس لرعي الأبقار، والأبقار طول ما أنها عم تاكل بتفرز غازات أيضا بتسبب حرارة بالجو. فإذا اللي عم بيصير أنه نحن عم نزيد من حرارة الكوكب الأرض وعم ننقص عدد المساحة الخضراء في كوكب الأرض. فلذلك إذا نحن مهتمين بصحة البيئة، إذا مهتمين بصحتنا أو بصحة الحيوانات، المفروض نبقى نباتيين. مشاهدين المحبين، شكرا لانضمامكم إلينا لهذه الحلقة من برنامج النخبة النباتية. انضموا إلينا مرة أخرى الأسبوع المقبل لجزء ثاني من عبير السيد القلب من المخرج السوري الرحيم. برنامج بين المعلم والتلاميذ يأتي تاليا هنا على شاشة قناة كبيرة المعلمين. معا عسى أن نخلق عالم محب يسوده السلام هذه السنة الجديدة مع الوعي لمحبة الله في كل شروق الشمس. Loving viewers, thank you for joining us for this episode of Vegetarian Elite. Join us again next week for part two of Abir Assayed, the heart of a compassionate Syrian filmmaker. Between Master and Disciples is coming up next, here on Supreme Master Television. Together, may we create a loving world of peace this new year, with the awareness of God's love in every sunrise. For more details, please visit www.suprememastertv.com/ve.